شاء الله احنا طبعا معركة مخططة لها وفق توقيتات، ولكن المهم في الموضوع انه المعركة اللي تمشي وفق ما مخطط لها في التوقيت والمراحل والصفحات، والرمادي في متناول اليد، وبدليل نحن الان على بعد 5 كيلومتر من الرمادي، والان تشوفون بعض الاشجار وبعض البنايات اللي ضمن مدينة الرمادي، وان شاء الله سنصلها، ولكن ايضا نحن حريصون على ان تكون خسائرنا اقل ما ممكن، ولهذا السبب التقدم أني وبيد حذر شديد، لأن أسلوب العدو هو التفخير والعبوات الناسفة. الحقيقة اللي يشوفكم يفرح ويتأكد بأنه العراق بخير، وأنه يعني جنود أبطال غيارة تحملهم الغيرة والنخوة العراقية على بلدهم. إنجازكم رائع جدا، تلاحمكم مع قادتكم وآمريكم، عملكم اللي أنجزتوه بهاي اليومين عمل حقيقة أكثر من المتوقع. نتمنى لكم المزيد من الانتصارات، وإن شاء الله نحن الآن على مشارف مدينة الرمادي، القفزة الأخرى إن شاء الله راح تكون قريبين وعلى حافات مدينة الرمادي، وستطهر مدينة الرمادي من هؤلاء الأنذال، أدوا على حرمات وكرامة العراقيين، ولكن ستستعاد هذه الكرامة وهيبة المواطن العراقي بسواعدكم أبطال الجيش العراقي. إن شاء الله سيدنا الله منكم، وبارك الله بكم، الله يحفظكم دخل للعراق إن شاء الله. الله يحفظك سيدي، شلون ساعتين؟ الله يحفظك سيدي. طبعا خلال هاي اليومين انجزتوا انجاز رائع حقيقه، حققتوا نصر كبير للجيش العراقي، هذه طبعا بارادتكم بصمودكم بشجاعتكم انتم وامريكم وقادتكم. احنا هسه حاليا في منطقه اسمها سره مراء، مو صحيح؟ نعم. احنا ايضا على مشارف الانبار، ان شاء الله القفزه القادمه ان شاء الله تكون على حافه مدينه الرمادي. إن شاء الله بطولاتكم حقيقة أنا أكثر مما كنت أتوقع، ولكن هي هاي غيرة العراقيين وهاي شجاعة العراقيين وهاي شجاعتكم، وهذا هو المعهود واللي هو اللي يأمل الشعب العراقي منكم. طبعا أنظار الشعب العراقي كله على الجيش، وتحديدا هذا المحور محور مهم جدا، وأنتم حققتوا شيء كبير، ولكن أمامنا مرحلة أخرى إن شاء الله نلتقي بكم قريبا خلال أيام في وسط مدينة الرمادي. تطوعنا ودرسنا دروس لحماة الوطن، جينا وتشهد ثورة 20، مو داعش هسه يريد يمحينا. بزودك يا سيدي، بزود هالطيبين نصير دروع، والله لو فد يوم تمخينا. من ذولا درس وتعلم، من ذولا درس وتعلم، من ذولا درس وتعلم. الحد ينشد يريد سباع توقف بيه، واحنا اهل الحميه وابد ما نطيه، واحنا اهل الحميه وابد ما نطيه. احنا فرقه العاشره زرع واجف عود يسند عود، ومتغذى جسمنا بريحه البارود، ويقتاض الحال لو ما جينا يقتاض الحال.